مدام شاهين بتهاجم الفنان رشوان توفيق علشان تكون خالف تعرف، بس كل الحكاية بالنسبة لها ان هو كبر وما بقاش مستوعب هو بيقول ايه، وطالع يتشهر على حس كلام بنته وخلاص، وبيعمل حلقة مفرقعة مع عمرو الليثي علشان الناس تجيب سيرته وتتكلم تاني. لازم الهام شاهين تقف قصاد اي حد. ايه اللي قالته الهام شاهين وليه دايما تصريحاتها في عكس التيار؟ يعني احنا شفنا كل الفنانين بلا استثناء واقفين مع الفنان رشوان توفيق، وقد ايه بيدعمه، وقد ايه يعني اللي عايز يجيب محامي واللي بيتكفل بيه اتعاب المحاماه واللي كمان بيساعده معنويا، طبعا حتى لو هو في غنى عن ذلك. يعني الفنان رشوان توفيق على حسب ما بنته هبه اتكلمت وقالت ان هو مقتدر ماليا، يعني هو معاه فلوس، ولكن المساعدات بتكون اكتر دافع معنوي، ان احنا في ظهرك، ان احنا معاك، ان انت مش لوحدك، حتى لو بنتك خذلتك كلنا اولادك. طبعا شفنا الازمة الكبيرة اللي مر بيها الفنان رشوان توفيق مع بنته وزوجها وحفيده لما رفعوا عليه كذا قضية. راجل في هذا العمر عنده 88 عام يطلع يبكي مع عمرو الليثي وينهار ويقول انا هقف في المحاكم وواثق في القضاء ان هو هيجيب لي حقي. طبعا خلينا بعيدا عن اي حاجة ان بنته دي قلبها حجر، بنته دي اساوت الدنيا كلها اتزرعت في قلبها. مهما كان زوجك ممكن تعوضيه، انما والدك هتعوضيه ازاي في هذا العمر؟ المفروض تتشعبطي في رضاه ان هو يدعي لك دعوة، لكن تطلعي وتتشهري كده يعني ترفع عليه قواضي. بصراحة الموضوع ألمني، أنا كمان ألمني شخصيا إنه في ناس بالطريقة دي بس محدش عارف عنهم حاجة. قد إيه أنتوا مش حاسين بالنعمة إن والدكوا ووالدتكوا لسه موجودين على قيد الحياة. طبعا خلينا نتكلم في إلهام شاهين. أنا نفسي أفهم إلهام شاهين دي ليه محدش بيوقفها عند حدها، يعني ليه ليها السلطة انها تتكلم حتى لو الكلام هيتخذ ضدها برضو تتكلم فيه، حتى مش بيفرق معها حد. قالت هعمل المومس الفاضلة مفيش مشكلة، قالت انا عايزة ادعم بيوت الدعارة وتكون في تقنين ليها ومحدش يتكلم. قالت كمان ان الشواذ ليهم حرية الحياة في مصر زينا زيهم وبرضو محدش يتكلم، وكل تصرفاتها بالطريقة العكس الاتجاه ومفيش اي مشكلة. الهام شاهين اللي والدها توفى غير راضي عنها ما عندهاش مشكلة ابدا ان بنت الفنان رشوان توفيق ترفع قضية على والدها، وان الفنان رشوان توفيق عمل كل الحوار ده وطلع في حلقة مع عمرو الليثي تشهير وشهرة ليه والبنته المذيعة اللي هي هبة، وقال ان بنته آية المشكلة انها تتصرف في الفلوس، المشكلة انك تديها فلوسك كلها حتى مش بنتك. وكمان اتكلمت الهام شاهين، يعني انا نفسي افهم ازاي كلنا في اتجاه والهام شاهين شايفة اتجاه تاني. يعني هي شايفة ان بنت الفنان رشوان توفيق هبة هي السبب في ده، هي اللي عاملة الموضوع ده عشان هي اللي عايزة تتشهر وعايزة تاخد الفلوس. هبة المذيعة يا جماعة مش هبة التانية آية اللي رفعها القضية، يعني هي شايفة عكس الصورة تماما، وقالت ان الفنان رشوان توفيق هو اللي بيعمل كده، وقالت انا والدي توفى غير راضي عني ومش عندي اي مشكلة لان عرفت ان انا مغلطش وان انا كنت على صواب وعلى حق، بالعكس هو اللي خسران انه توفى وانا زعلانة منه. طبعا التصريحات ده حضراتكم كلكم متأكدين منها وسمعتوها، لانها دائما بتقول التصريحات دي وما بتخجلش من نفسها، بل بتتفاخر ان والدها توفى غضبان عنها. الهام شاهين، طيب انت يعني ان لم تستحي فاصنع ما شئت، انت ملكيش دعوة، لكن تطلعي تهاجمي الراجل الغلبان وتقولي عايز يتشهر علشان يرجع يشتغل والناس تعطف عليه والناس تفتكره؟ هو في غنى عن ذلك، كفاية تقربه لربنا، كفاية طيبة قلبه. ربنا يهديك يا الهام شاهين، سلام عليكم.